محاسبة النفس وتقييم أدائها أمر مهم ومطلوب، ولكن هل تحاسب نفسك وتلوم نفسك على كل كبيرة وصغيرة؟ هل تعجز عن مسامحتها إن أخطأت؟ هل تشعر بالإحباط وتغرق في دوامة اليأس بسبب أخطائك؟ هل تعتقد أن الله تعالى لن يغفر لك وأن المجتمع لن يسامحك؟ إذا كنت كذلك فأنت ممن يجلدون أنفسهم. قد تتساءلون، ما الفرق بين جلد الذات وبين محاسبة النفس؟ هل تؤدي محاسبة النفس إلى الإحباط واليأس؟ الجواب تجدونه في هذه الحلقة، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم. يعتقد البعض أنه يجب على المرء أن لا يسامح نفسه إذا أذنبت، وأن عليه أن يعيش مشاعر الذنب والإثم عند ارتكابه لأي خطأ، وأن يحاسب نفسه على كل كبيرة وصغيرة، وأن يجلدها جلداً مؤلماً كلما أذنبت لتنتهي عن غيها وتعود إلى جادة الصواب. والسؤال هنا، هل جلد الذات والشعور الدائم بمشاعر الذنب والإثم أمر مطلوب من المرء؟ هل هو أمر صحي؟ ما الفرق بين جلد الذات وبين محاسبة النفس؟ جلد الذات هو الإسراف في الشعور بالذنب والإثم والتقصير وعدم الرضا عن النفس مهما فعلت وأنجزت، وتقريع النفس بسبب وبدون سبب وعند كل صغيرة وكبيرة. هذا الشعور ينبئ بوجود شيء من الخلل النفسي، وهو غالباً يورث الإحباط واليأس ويقود إلى ما لا تحمد عقباه من الأمراض النفسية. وفي الواقع تبين لي بالتجربة الشخصية أن معظم المكتئبين يعانون من جلد الذات ومن مشاعر الذنب المفرطة. جاءتني مرة سيدة تعاني من الإفراط في جلد ذاتها، فهي لا تفتأ تذكر ذنوبها وأخطاءها وتلوم ذاتها على ارتكابها، وتعتقد أن الله تعالى لم ولن يغفر لها. جرى بيني وبينها حوار طويل، حاولت فيه أن أبين لها سعة عفو الله وغفرانه، وأن أطمئنها إلى رحمتي بعباده، وأنه سبحانه يقبل التوبة ويغفر الذنب. لكنني فوجئت بأنها تعتقد أن الله تعالى يحب من العبد أن يجلد ذاته. سألتها باستغراب، من أين استنتجت هذا؟ أجابتني، ألم يقسم الله تعالى في القرآن الكريم بالنفس اللوامة؟ حيث قال، ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ ألم يرد في الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ أجبتها، هذا صحيح، لكن النفس اللوامة ليست نفسا تجلد ذاتها وتغرق في دائرة اللوم والتقريع. النفس اللوامة هي النفس التي تراقب ذاتها وتلوم ذاتها عند ارتكاب المعاصي، وتحملها على الاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنوب. هي نفس تأمل خيرا بما عند الله تعالى، وتعتقد أنه قد قبل توبتها بفضله وغفر ذنبها بعفوه ورحمته، فتستعيد هذه النفس طمأنينتها وتكمل طريقها في هذه الحياة بسعادة وبانشراح. محاسبة النفس ومراقبتها ولومها عند ارتكاب الأخطاء هو أمر إيجابي ومطلوب. هو يعني أن يعرف المرء مواطن الضعف والزلل في نفسه، مما يدفعه إلى تغيير سلوكه المذموم واستبدال هذا السلوك بسلوك محمود. أما جلد الذات فهو شعور سلبي، يعني الاقتناع بالفشل والغرق في الأزمات النفسية. فالإنسان الذي يلوم نفسه ويوبخها بشكل مستمر ومفرط وغير صحي سيصل إلى العجز عن مسامحة نفسه أو التصالح معها، مما يؤدي إلى الشعور باليأس والقنوط، وإلى أن يشعل حربا بينه وبين نفسه. هذه الحرب ربما كانت أصعب وأقدر الحروب على الإطلاق. لماذا؟ لأنها غالبا تنتهي بتحطيم النفس وإذلالها وإدخال في نفق مظلم، وهو أمر لا تستطيع أن تفعله المدافع والصواريخ. تلك السيدة المتعالجة لم تكن تكتفي بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب، بل كانت بحسب رأيها تتعبد الله تعالى عندما تحمل صوتها وتجلد ذاتها. والأسوأ من هذا أنها كانت تعتقد أن الله تعالى لم ولن يغفر لها أبدا. قد يقول قائل، وما أدراني أن الله تعالى قد غفر ذنبي.
أقول رغم أن هذا السؤال صحيح ورغم أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين إذا نال عفو الله ومغفرته، إلا أن سوء الظن بالله وظن السوء برحمة الله ليس من شيم المؤمن، فقد ورد في الحديث القدسي قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. سوء الظن بالله تعالى أمر مذموم ومذموما شرعا، وهو يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد نهى الله تعالى عباده المسرفين على أنفسهم عن القنوط من رحمته، حيث قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ووعد أن يغفر للتائبين الذين يسلكون طريق الصلاح، وحاشا لله تعالى أن يخلف وعده. الإيمان بهذه الوعود الإلهية يجب أن يكون موضع يقين لا يتزعزع. هل يمكن التخلص من جلد الذات دون التخلي عن مراقبة النفس وضبط سلوكها؟ نعم، إليكم هذه الخطوات التي تعين على ذلك. الخطوة الأولى: ذكروا أنفسكم أنه لا يوجد إنسان لا يخطئ، وقد ورد في الحديث الشريف: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. الخطوة الثانية: استغفروا الله تعالى وتوبوا من ذنوبكم توبة حقيقية مرفقة بالندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. الخطوة الثالثة: افعلوا شيئا إيجابيا تعتقدون أنه سيصلح ما ارتكبتموه من خطأ، إن كان لأخطائكم آثار على الآخرين. مثلا، إن أخطأتم في حق والديكم بشيء فاعتذروا منهم وأحضروا لهم هدية ترضيهم، وإن كان خطأكم يتعلق بحق مالي للآخرين فأعيدوا لهم حقوقهم مرفقة بالاعتذار، وهكذا. مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبته لها أمر إيجابي، ولكن الغرق في المحاسبة والإسراف في ذلك يقود إلى جلد الذات، وهو أمر مذموم. وحتى تصل إلى مهارة التمييز بينهما فأنت تحتاج إلى مراقبة أفكارك وتقويم هذه الأفكار كلما اتجهت للإسراف في المحاسبة، وهو أمر يحتاج إلى المثابرة دون كلل ودون ملل. صلى الله على نبينا القائل: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.